السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا مولانا؟ احمد اليك الله واشكره. الله يديك الصحة يا سيدي. صار صغير بعد اذنك يا سيدي. تفضل. حديث جابر، حديث سماك عن جابر في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الفجر والصحابة يضحكون ويبتسم صلى الله عليه وسلم. الحديث ده لما جيت اخرجه ما لقيتش متابع لسماك، وسماك صدوق مضطرب عن عكرمة. يعني اقل درجة، عفوا اقل درجة عفوا اصبر اصبر، من الراوي عن سماك؟ الراوي عن سماك الحديث هو معظم كلام العلماء في الجرح والتعديل عن سماك. انا اكلمك كلاما واضحا، من الراوي عن سماك؟ لأن الراوي عن سماك له تأثير في الحكم. كيف يختلف التأثير مولانا؟ يعني في شيوخ مختصة بالرواية عن شيوخ، أبو معاوية مثلا والأعمش، أبو معاوية من الرواة الأثبات عن الأعمش. تمام. له تأثير على رواية الأعمش، إذا أعمش إذا عن أو شعبة إذا روى عن الأعمش عن عادة الأعمش لا تضر. هناك رواة أقوياء في رواة. طيب الرواة الأقوياء عن سماك سيدنا أبحث عنهم في أي كتاب؟ ترجمة السند الذي أمامك، السند الذي أمامك، قل من الروى عن سماك عن جابر؟ وأنا أنا حضرتك أنا بقالي ساعة بقالي شوية عمال بتصل على فضيلتك، ولما التليفون كان مشغول بصراحة أنا سبت الورق اللي كان معايا. طلع الورق وافدني به، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا سيدي؟ طيب لله الحمد. اللي روى عن سماك سيدنا زهير بن معاوية. ايوه زهير بن معاوية. طيب. وتابع زهير اكثر من واحد، منهم شريك ومنهم شريك الاحوص وغيرهم، يعني أيوة. اسرائيل بن يونس. هل في اي مشاكل؟ يعني انت تنتقد ماذا الان؟ الحديث كيف يكون في صحيح مسلم والاسناد دلوقتي نحكم عليه بانه اقل حاجه انه حسن، وحد قال لي ازاي حسن مع انه في صحيح مسلم؟ خلاص انتهى سؤالك؟ ده يا استاذ، هذا سؤال ينم عن مش عارف اقول جهل عظيم. تمام. بصحيح مسلم وبالحديث، لان صحيح مسلم اصلا فضلا عن ان في احاديث حسان في حديث ضعيف ومنتقد على مسلم. تمام. اذا كان اي سائل يسال ففي كتاب التتبع للدارقطني، التتبع للدارقطني في 95 حديث انتقد الدارقطني على مسلم، والمتتبع اللي قرأت مسلم مدققا النظر يجد أن هناك ألفاظ كثيرة في صحيح مسلم معلولة، وهذا لا يعكر على التقييد العام أن البخاري ومسلم صحيح، لكن لأنه مقيد إلا أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ. تمام. انتقدها بعض الحفاظ قد دارقطني وغيره. تمام. فالشاهد من هذا أن هناك أحاديث انتقدت في مسلم بل ضعفت، بل أذكر على سبيل المثال حديث خلق الله التربة يوم السبت وإلى آخره، في النهاية أنها في 7 أيام والأرض والسماوات خلقتها في 6 أيام. قال العلماء المحققون كالبخاري وعلي بن المديني وغيره هذا الكلام خطأ، لأن أبو هريرة رواه عن رسول الله وصحنه أبو هريرة عن كعب الأحبار هو من الإسرائيليات. حديث آخر أن أبا سفيان قال لرسول الله يا رسول الله أسألك 3، قال سل، قال ابني معاوية تتخذه كاتبا لك، وعندي أجمل العرب ابنتي أم حبيبة أزوجك إياها، وتأمرني أن أقاتل المسلمين كما المشركين كما كنت أقاتل المسلمين. كيف يقول أبو سفيان للرسول أزوجك أم حبيبة؟ ومعلوم أن أم حبيبة تزوجت رسول الله لما مات زوجها، زوجها النجاشي للرسول ودفع النجاشي المهر عن أم حبيبة. فبعض العلماء التمس أوجه للدفاع، قال ابن القيم في النهاية، وهذه في الحقيقة أجوبة لا يرتضيها للعلم بالحديث، والصواب أن الحديث من أهم مسلم. فهناك حديث انتقدت على الإمام مسلم، حديث انتقدت على الإمام مسلم، حديث كثيرة انتقدت على الإمام مسلم رحمه الله، لكن لا يعكر على التقييد العام فهي نسبة ضعيفة. شكراً.